بصي بقى، اقول لك ايه التقرير الهايف اللي انت مطلعاه ده، وليه جاي تتكلمي في حاجه هايفه كده وبتاع؟ فانا عايزه اغير فكره ان الحاجات دي هايفه، لان الحاجات دي بتخلي الواحد يعني لو اعصابه تعبانه بيبقى نوع من المديتيشن، بيبقى غير انه رياضه، غير انه ريلاكسنج، غير انه يعني انا شايفه ان الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تغير حياه الواحد خالص بجد والله، مش مبالغه. هو فعلا غير حياتي تماما. ازاي؟ احكي لنا بقى. حبيته. انا عايزه اعمله على فكره، عايزه تعلميني. ينفع؟ لازم بجد. انت هجرب تبقى فضيحه بس. لا 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 لا. هو عموما بتتعلميه في قد ايه؟ بصي يعني انا الجروب اللي معايا بقالهم شهر دلوقتي، ما شاء الله كلهم بصراحه يعني اقدر اقول عليهم انهم بقوا بيرفكت يعني بجد. اقدر يعني. اصلا الاير يوجا دي اتعلمتيها ازاي، لوحدك؟ لا بصي، انا الاول انا طول عمري بحب الحاجات اللي فيها فلكسبيليتي، يعني كنت بلعب جمباز اصلا، وبعدين عشان كده بعد كده لما كنت عايشه في شرم فتره، فكنت بتعامل مع روس واوكران كتير، فكنت بشوفهم بيعملوا اليوجا فحبيت اليوجا، بقيت اشتغل فيها. لما ظهرت بقى الاير يوجا، ايه الاير يوجا ديت؟ فقالوا في كده زي كورس بيتعمل ومش عارفه ايه، وقعدت قريت وشغل فعجبني الموضوع. كان الفكره بالنسبه لي حاجه جديده، بس لما جربتها ما بقتش حاجه فرور. انا كنت بشوف، معرفش تعرفيها، نهد السباعي ممثله، كنت بشوفها دايما على الانستجرام بتعمل حاجات رهيبه، وجسمها بقى حاجه تانية، وانا بشوف ان الموضوع ده برضو يعني اليوجا لوحدها بتخلي الاعصاب حاجه تانية، وتخلي الواحد ياخد قرارات صح كده فانا جاي النهارده هدي اعصابي، فانا عايزه عايزين نعمل كلاس زومبا مع بعض، نوري الناس يعني ايه، وتحاولي تعلميني. طبعا مش هعرف يعني، لان شفتي انت بتقولي عشان كنت بتلعبي جمباز. لا بس على فكره انا كان بيتعامل معايا ناس اصلا ما عندهمش فلكسبيليتي اصلا. بس هي مش فلكسبيليتي بس، بالانس برضو يعني، عايزه توازن. انت بتعمل بالانس، بتعمل فلكسبيليتي، بتعمل ماسلز على فكره بجد، تغير شيب جسمك كله يعني. لا هي حاجه، انا اخدك معايا مصر وانا طبعا دي حاجه تانية. طب تعالي نوري الناس بقى ايه اللي بيحصل. ايوه هفصل طبعا، بس انا عشان اوصل اعمل كده اصلا اكيد ليها تكنيك او حاجه صح؟ وانت ايه اللي ماسكه؟ انت اللي ماسكه. هي حلوه طبعا جدا. مش اي حاجه ايه؟ طب رجلك؟ لا ما دي صعبة قوي. بصي عضلات رجلك قوية، بتتحرك. متخيل ان انا هعرف اعمل كده؟ اديني اي حركة سهلة فيها عشان منظري. مش عارف، اكيد مش عارف. ايوه مش عارف. لا هتعرف والله. انت ازاي؟ لا شوفي، لا عشان تعرفي انت كويس.
انت بس خلي دوت توسط كده شويه يعني وصلي نفسك. انت هتمسكي هنا وهترمي نفسك يعني انت كويس امسكي نفسك وانسى ان انت تدخلي رجلك لفوق لفيها على الارض. هي دي صعبه؟ لا مش صعبه. حاولي انك تلمي عضلات رجلك على بعض تاني ساعتها. يلا ما تخافيش. ها بس الفوق لفوق شويه على الارض. استنى افتح لك الهامش شويه عشان تهتمي. ها ما انت كده مفيش بالانس مفيش حاجه شايلاك هتقعي لو عملتها كده. سيبيني افتح لك العمود هنا. لا بصي مقاسها. فانا لما نزلت على الارض راسي خابطه في الارض مش متشعلقه زيها لان هي اقصر مني. هو ده لازم يطلع لفوق عشان انا طويله. فانا لما نزلت لما هنزل كده هعمل على الارض راسي هتبقى قريبه من الارض مش عارفه اعملها. ايوه شفتي بقى سيبي ايدك ما تخافيش شدي ركبك غمضي عينك ريحي جسمك خالص ما تخليش جسمك مشدود. هايلة بتخلي الواحد فريش كده. تعملي ايه؟ طب ورينا حركة تانية مش لازم اعملها انت اعمليها انت. باترفلاي اوكي فراشة. حلوة دي بقى.
متمرنه عليها قبليها ومتمرنه معاها وهي اول مره عشان كده خايبه. احلى اوردر ده يا معلم.